اخرى بوتينا. بارك الله فيك يا حبيبه. كيف عامله لاباس عليك؟ علي الخط. معليش معليش، انت من المستمعات الوفيات اللي دائما كتعطي للمستمعات الوصفات اللي سمعتي انا مبغاوشي وصفه كنتي كتحاولي تنتي معهم، وانا الان كان عندي طلب ديال الكوكيز ديال الشريحه ديالك بوتينا. صحيح حبيبه. ربي يخليك. اذا شنو تعطينا دابا؟ بالنسبه للاخت سمعتها انها كيبقى ليها الكيك. انا غادي نعطيها المجموعه ديال الاقتراحات ديالي وممكن كنتمنى من الله يعجبوها وتقبلها ليهم. مرحبا. مثلا غادي نديرو شاطه ليها كيكه ديال الشوكولات، ناخذو في القياس كاع 300 غرام ديال الكيكه، نزيدو على 200 غرام ديال الشوكولات ديال الدهن، راه تبارك الله لاله عطاتو بومال دو فوا، ونزيدو على 200 غرام شوكولاته يكون ملون، راه متواجد باشكال عديده كيكون صغير. هاد الكيكه اللي شاطت لينا ما غاديش نسيبوها، غادي نعملو بها كيك بوبس. تيعجب الولاد وسهل. غادي نطحنوا الكيكه ديالنا اللي شاطت مزيان ونزيدو لها الشوكولاته الدهن ونشكلو كويرات بيدينا. الا جانا ناشف نبقاو نزيدو الشوكولاته حتى نوصلو الرطوبه اللي بغينا اللي بغينا، نشكلو كويرات صغيره وتندخلو الثلاجه 30 دقيقه. من بعد تندوبو الشوكولاته ونغطسو فيه هذوك الكويرات ونغطوهم الثلاجه يبسو تقريبا شي ساعه. عفوا ملي تنغطسوهم في الشوكولا تنمرمدوهم في الحبيبات هذيك ديال الشوكولاته الملونين. وي تيكون فيغميتيل، تيكون وريدات نجيمات، اخواتي تفنوا باش يعجبوا الوليدات ديالهم. نعم. وتنعملوهم في شعويدات هكا ولا في شي كيغدون، تيجي كيك بوبس غزال، يعني ما تنسيبوش الكيكه. وغيعجب الوليدات الصغار كيف قلتي يا بوتينا. وي وتنعملوهم في اعياد الميلاد ما نسيبو حتى شي حاجه. وهذه مناسبه باش اننا دائما في عاشوره كنعملوا دائما غير الفاكهه وغيره، ودابا لان ولاو النساء كيتفنوا في العمارات ديال التمر وغيره، حتى هذه المساله بالنسبه للناس اللي بقالوا الكيك يعملها باش يفرحها الوليدات، لان عاشوره كنفرحوا بها حتى الوليدات الصغار. ياك ابو ثينا؟ فعلا فعلا اختي. يمكن لك كذلك تعملوا في تيراميسو في بلاصه هذيك البودوار اللي تنغطسوا في القهوه. وي. يمكن تاخذ الكيك وتغطسوا في القهوه وتدير في ليفيرين طبقه ديال الكيك شاربه القهوه، طبقه ديال لاباغاي ديال الفرماج ديال الماسكارفون. يمكن لك كذلك تعملوا في طبقات ثاني في ديفيرين ولا في شكويسات ديال الدجاج يكونوا شفافين، تعمل بهم طرايفل، دير طبقه ديال الكيك تفرتو غير بيديها ودير فوق منها طبقه ديال الكريمه الانجليزيه وطبقه ديال الفواكه اللي بغات، فريز فرامبواز اللي متواجد عندها. نعم غير تيراميسو زوين، يعني لان تقريبا هذا هو الشكل ديالو. وي وي حتى بالنسبه للطرايفل تيجي غزال به. تنتمنى تقبل على الاقتراحات ديالي و ندوزو الوصفه ديالنا. ان شاء الله. مشكوره بزاف بوتينا، مشكوره. الله يطول عمرك يا حبيبتي ديالي. غنعطيكم مافن بالبونشو والهريسه، ولا بغيتو صوص كوكتيل خاصه بفواكه البحر. نعم مرحبا. اللي بغيتي. انا الوصفات ديالهم كل ديالك كلهم زوينين، وحنا ما بغينا نسخاو حتى شي وصفه. بارك الله فيك يا حبيبي. غنعطيكم مافن بالبونشو والهريسه والكورجات، فيهم 8 معالق كبار ديال الدقيق، كورجيطه، قرعة خضراء محكوكه، 12 فيلي ديال لي زونشوا. بلاتي قرعه محكوكه وحده؟ تكون صغيره من الاحسن باش ما تطلقش الماء. 12 فيلي ديال لي زونشوا. او الشطون، 4 معالق كبار ديال زيت بلديه. لي زونشوا عفوا يكون معلب. نعم. ما يكونش خضر. 4 معالق كبار ديال زيت بلديه مع 4 معالق كبار ديال الحليب. وجوج بيضات. ومع 4 معالق ديال الحليب. وي. تاهما كبار، حليب سائل. وي. جوج بيضات. ساشي ديال الخمارة كيماوية. معلقة صغيرة ديال الهريسة. وملح وليفة. حسب الذوق ياك؟ وي. نعم. نتوجد الطريقة ولا تعود المقادير في صوتك؟ نعود معك المقادير. 8 ديال المعالق كبار ديال الدقيق ياك، قرعة واحدة محكوكة صغيرة، 12 شطون اولا لي زونشوا يكونوا معلبين، 4 ديال المعالق كبار ديال زيت الزيتون، 4 ديال المعالق كبار ديال الحليب سائل، 2 ديال البيضات خماره كيماويه، معلقه صغيره ديال الهريسه، والملح والابزار حسب الذوق. تبارك الله عليك يا حبيبه. الله يبارك فيك. بالنسبه للطريقه غنسخنوا الفور ديالنا على 180، غنحكوا القرعه الخضراء ونعصروها مزيان من الماء، وفي الصالات ديال غادي نخلطوا الدقيق الملح والابزار والخميره، نزيدوا لهم الزيت والحليب والبيض والهريسه ونخلطوا كل شيء، نضيفوا الكورجات تكون محكوكه ونعاودوا نخلطوا من جديد، تنعمروا لي كيسات غير حتى النص ونسرحوا فيها الفيلي دي زونشوا ونغطيو ثاني بطبقه اخرى ديال لاباط. نعم. ونختموا بالونشوا، يعني نديروا طبقه عجين اونشوا، طبقه عجين اونشوا، وندخلوهم الفرن لمده 25 دقيقه. نعم. بالصحه والراحه. وغير ردوا البال اختي بالنسبه للملحه. نعم. نديروا غير القياس حيت لا نشوفها ديجا مالحه. وصلت انا معلبه.
وي وكيف ما قلت القرعه نحاول نختار واحده تكون صغيره باش ما تطلقناش الماء بزاف. اذا هذا بحال غراتان ديال لي زونشوا. اذا نو مفن ماشي غراتان. بحال غراتان بحال غراتان قلت لك. وي في طبقات وي باش غير الناس يفهموا معنا ياك بوتي. اذا كيف قلتي كناخذوا الكورجيت كنحكوها والمقادير كلها الاخرى كنخلطوها في سلادي من بعد كنزيدوا عليهم كورجيت كيتخلط الكل كنديروا طبقه من هذا العجين هذه كنفرشوا الطبقه الثانيه من لي زونشوا من بعد كنزيدوا عليها عاود عجين اخر من بعد لي زونشوا وكندخلهم الفران قلتي تقريبا 25 دقيقه وكنكونوا مسخنين الفران ديجا وي وتكلمتي على واحد الملاحظه اللي هي مهمه اللي هي الملح. حنا كنعرفوا ان الحوايج اللي كيكونوا معلبين كيكونوا اصلا مالحين بالنسبه لي زونشوا كتكون اصلا مالحه فنحاولوا نقللوا من الملح باش يجي التوازن ويجي المذاق هو هذاك ياك ابو تينا. وي حبيبه ديالي نعطيك صوص كوكتيل خاصه فواكه البحر مثلا لي كريستاسي وداكشي. غادي نحتاجوا جوج اصفر بيض كاس زيت كاس كبيره معلقه كبيره خل معلقه صغيره موطه معلقة كبيرة ديال الكاتشب ملح وشوية ديال الشونية تكون حارة الشونية أولا كيف كنقولوا الفلفلة الحارة أو السودانية واللي بغاها بالنسبة اللي عنده الوليدات يقدر يستغني عليها. نعم في بول غادي نطربوا أصفر البيض مع الموطاز نزيدوا له الكاتشب مع الملح والإبزار الشونية الحارة ونبقاو نزيدوا الزيت غير بشوية وحنا كنطربوا بحال مايونيز حتى يعقد لينا ومن اللي بغيو نقدموا غير شويه في الشونيه حتى تعطي واحد البيبس في الفم اللي تتكون مازال بقى جديده. نعم اذا هذه الصوص بالنسبه للناس اللي باغين يرافقوها ربما للسمك او للحوت او للكروفيت او لغيره ياك بوتينا. وي وي وعطيتينا حتى الوصفات اللي هي جميله اليوم معاك عطيتينا الملح عطيتينا الحلو. هل بغيتي نزيدك واحد طارطوليت اكسبريس بلا طياب؟ نعم اليوم غنكتفي بهذا القدر تبارك الله خدام عندك ثلاثه الوصفات ولكن انا عارفك من المستمعات الوفيات غتعاودي تواصلي معنا غدا ان شاء الله ملي تكون هدى باش تكوني انت حاضره بالشيوات.